وهيك بقى خلصت هلا رحلتي عشاق السفر في جورجيا. والله بالمطار رح احكي لكم عن رايي بشويه هيك انطباعاتي عن البلد هون. البلد حلوه خاصه للناس اللي بتحب الطبيعه، يعني عندهم طبيعه صراحه سبحان الله شيء فاخر على اخر، خاصه موضوع الجبال كاسبيدي، ولا حتى عندكم مثلا ميستيا، في خضار في كل حته ماشي. وطبعا مشهورين كمان هنين يعني البلد فيه امان عالي، وبنفس الوقت ما فيه عنصر ضد العرب لانه عندهم عنصر ضد الروس، فبالتالي في جماعه شايلين الموضوع. البلد ما تعتبر رخيصه ولا تعتبر غاليه، مشابهه بتركيا شوي. بامكانك تعيش بشكل رخيص طبعا اذا انت مثلا عم تحكي عن عرفت وين تروح وين تجي، ولكن بشكل عام الاسعار مقبوله. يعني التنقلات بسيطه جدا داخل المدينه، بتستخدم تطبيق اسمه بولت او ياندكس جو. هدول تطبيقات واسعارهم كثير رخيصه، هون عندهم بنيه تحتيه حلوه، حتى عندهم مترو، عندهم باصات، تستخدم جوجل مابس. اسعار شرائح الاتصال صراحه مناسبه جدا، عم تحكي عن 40 دولار يعني حوالي 10 ل 15 دولار يعني حوالي 50 ريال سعودي، بتاخذ انليمتد لمده شهر مثلا. فالبلد حلوه ولكن ما بدي اقول انه هي يعني الى مستقبل، بس لسه ما لها ممتعة كثير، ناقصة شوية بقدر اقول متعة. يعني بصراحة مقارنة باسطنبول مثلا لا، اجواء اسطنبول احلى بكثير، وصراحة لان السوريين هون مو موجودين، فبالتالي ما راح تلاقي اكل عربي طيب حقيقة، سواء بالشوارع العربية او الشوارع التركية. الاكل هون بالنسبة للناس بدور الاكل العربي في احسن الاحوال يعتبر جيد. ما في جالية سورية هون، وبالتالي عشان هيك ارتأدنا للأكل السوري أو الأكل العربي الطيب. شو كمان بقدر أقول، البلد تستحق الزيارة خاصة لمحبي الطبيعة اللي بحبوا الجبال والهايكينج، راح تكيف هون لأنه في كمية طبيعة والمي عندهم يا ويلي ويلا. هحكي عن الفيديو اللي جاي عن 5 أشياء مشهورة فيها جورجيا، تابعوني بالفيديو اللي جاي لأنه شيء فاخر على الأخير.